بما كانوا يكفرون قل ادعوا من دون
لله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بغي هدان الله الذي سوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى هداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقون وهو الذي إليه تشرعون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصحاب الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فإما جن عليه الذل أتاك قال هذا ربي فإما أفل قال لا أحب الآفلين فإما رأى القمر باثرا قال هذا ربي فإما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين فإما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى هداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقون وهو الذي إليه تشرعون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصحاب الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فإما جن عليه الذل أتاك قال هذا ربي فإما أفل قال لا أحب الآفلين فإما رأى القمر باثرا قال هذا ربي فإما يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله.